وانت صغيره، انت لسه صغيره بس يعني اصغر سنا، ممكن اوصفك بانك كنت فتاه حالمه رومانتيكيه فوق السحاب؟ فوق السحاب ولا بنت شقيانه تعبانه مجتهده؟ يعني ايه الوصف اللي ينطبق اكتر عليك يا نداء؟ انا يعني بشتغل يمكن وانا صغيره كتير، يعني بشتغل على الصعيد العملي بالحياه العامه يعني. وانا خلصت وكملت دراستي. مش غنى يعني؟ لا ابدا، انا شغلي مختلف تماما، انا مدرس لاطفال ذوي احتياجات خاصه. يعني ما لي علاقه بالفن كنت ابدا، لا من قريب ولا من بعيد. من وانت عندك 15 سنه بتشتغلي مع؟ لا كنت اشتغل حاجات ثانيه، وبعدين لما كبرت وكملت تعليمي وخلصت اخذت شهادتي ابتديت اشتغل مع ذوي الاحتياجات الخاصه الحمد لله. وكان يعني شغل مش سهل بصراحه، وشي بياخدك من كل الناس، يعني هو محتاج مجهود يعني وفضاوه وكل حاجه وصبر وحلم ومحبة وكل. بس انت كنت عايزة تغني؟ كان عندي حلم وكنت دفناه، يعني ما في مجال افكر فيه بصراحة، لا على صعيد العائلي ولا على صعيد. وايه اللي شال التراب وخلى الحلم ده يطلع تاني يعني؟ صحابي ده. ربنا يخرب بيتهم. لا يا شيخة ربنا يسعدهم. اولا قولي اسماء اصحابك دول وقالوا لك ايه؟ هم كانوا كتير يعني، كانت هي صديقتي اللي قدمت لي اسمها حليمة بالمصري حليمة. هي اللي قدمت لي على البرنامج وتشاركوا معاها أصحابي، كنا يعني على مقاعد الدراسة مع بعض، كانوا عارفين أنه أنا بشتغل وشغلي يعني متعب جدا، وحتى أنا كنت بهاي الفترة ما بشوفهم مش يعني بصراحة. بتشتغل كم ساعة في اليوم يعني؟ كتير، كنت بشتغل يعني من A ل B مثلا، أول شفت من B ل C، من C ل أيوة. الساعة كم الساعة كم؟ من 8 الصبح ل 8 تاني يوم مثلا أحيانا تاخذ لي كده. ليه يا بنتي؟ لاني كنت بناوب، كان في اوفر تايم، كانت الظروف تعبانه شويه يا استاذه هنا. ايوه يا حبيبتي، بالعكس ده شيء يخلينا نبقى فخورين بيكي وسعداء بيكي. بالتاكيد. بس كنت عايزه افهم يعني انت كل ده عشان تسندي نفسك، عشان ما تحتاجيش لحد. ايوه الحمد لله. عشان تقدري يعني تواجهي الحياه وما تحتاجيش لحد. بالظبط، يعني كنت اروح يا دوب اشوف سريري واحط راسي وانام يا حبيبتي. ما كنتش بشوف حد، وهاي الفتره يعني اخذت مني كثير واخذت من مجهودي وطاقتي، وحتى ما كنتش مهتمه بنفسي، انا كنت اتخن شويه يعني بتاخذ منك كثير ومن اهتماماتك. ممكن تكوني بتعملي حاجه ناجحه فيها وبتديلك دخل، بس انت مش اسعد حاله فيها، انت بتدوري على حاجه تسعدك اكتر. بالظبط، وانا مثلا يعني ما كنتش الاقي الوقت اللي اصلا اكون مبسوطه فيه بصراحه، يعني من كتر ما في شغل متعب كتير. وانا مش من النوعيه من البنات اللي بيحبوا مثلا، كنت بحب مثلا اخرج واغير جو وهيك، لا انا لو عندي وقت فاضي اقعد اكتب فيه مثلا حاجه تزعلني اكتب فيها، وانا بكتب وانا من وانا صغيره. فبحب يعني الكتابه. ما كنتيش دلوعه مدلله ابدا، طفل مدلل ابدا 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 ابدا، ما بحبش الاطفال المدللين.